السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا محرك بحث اسمه شمرة أكاديمي. ده محرك بحث أكاديمي في 8573 بحث علمي عربي موثوق في 38 جامعة سورية. يعني ممكن تعمل سيرش مثلا على كلمة مثلا مصر مثلا، فيبدأ يجيب لك معلومات موثقة علمية بدل ما تدور في ويكيبيديا أو جوجل. لا، ده موثوق فيه، وفي جزء خاص بالمنح الدراسية الجامعات السورية مجتمع الباحثين. فأتمنى إن احنا ندعم محرك البحث دوت، وفي شوية أقسام كويسة جدا، فرص عمل هتقدر تدور على الوظائف جواه، في معلومات عن الأماكن تقدر تحدد الجزء اللي انت هتدور فيه. مجهود رائع، مجهود رائع، واتمنى ان شاء الله ان هو يكبر ويبقى حاجة نفتخر بيها عالميا ان شاء الله.